معلمي الحقيقه فئه يعني اكاد اكون يعني ايه متحيز لهم بشويه، عشان لسه زمايل كتير جدا يعني كنت انا زي ما انتم عارفين في بدايه حياتي يعني من اكتر 25 سنه اشتغلت مدرس سنتين، فلسه بحتفظ ببعض الاصدقاء وبحتفظ بذكريات جميله في هذه المهنه الشاقه والمتعبه. مفتاح كل نجاح هو المدرس في التعليم. إذا أردت أن تذهب بالتعليم إلى مكانة متقدمة فلازم، هما في ثلاث أركان طبعا، الأربعة لو اعتبرنا المدرسة ركن، وبالتأكيد هي ركن، الطالب والمدرس والمناهج والمدارس مكان، بس رقم واحد فيهم المدرس، رقم واحد فيهم المدرس. فللأسف طبعا احنا انتوا عارفين المدرسين بيحصل فيهم ازاي. الحمد لله المدرسين بيتعاقدوا ب 50 جنيه في الحصه، وانا قلت لكم قبل كده الكلام ده الحقيقه جاء عن طريق المدرسين، وانا في انتظار الجديد من المدرسين، يعني هستنى الرسائل ان شاء الله يبعتوا لي المدرسين سواء اثناء الحلقه او بعد الحلقه، لانه 50 جنيه دي ده الرقم المعلن اللي هو ايه؟ ب 50 جنيه الحصه، لكن صافي ما يتقاضاه ايه كان؟ انا محتاج بس المدرس، لانه المره اللي فاتت المدرسين قالوا لي لما كان مش عارف ب 30 الحصه كنا بناخد 13 جنيه او 14 جنيه، لانه طبعا انتوا عارفين بقى ايه صندوق تحيا مصر وصندوق تحيا الشهداء وصندوق تحيا صينيه الكيكه بالكنافه ولا مش عارف ايه، اي صناديق يعني، ياخد ده وياخد ده وشويه ضرايب ومستقطعات ومش عارف ايه، ويجي في الاخر على طفح الكوته يديله المبلغ ده. فانا في انتظار الحقيقه بقى رسائل المدرسين عشان يقولوا لنا المبلغ ده بيصفصف على كام دولار في الحصه. يعني انا اشوف اذا كان هياخد 50، اذا كان هياخد ال 50 جنيه كامله فهي دولار في الحصه، دولار في الساعه. والمطلوب يا اخي اللي هو فكره ايه؟ انت مش عارف البلد دي بتتمسك ازاي؟ يعني ايه؟ انا راجل خريج الجامعه ومش لاقي شغل، فقررت ان انا اروح اشتغل في هذا المجال، مجال التربيه والتعليم، ويمكن يكون هو متخصص خريج كليه التربيه، وهاخد بالحصه، مدرس بالحصه، فانا هشتغل ست حصص في اليوم، فل جدول مليان، بطلع من هنا لهنا ما شاء الله بقى، فست حصص في 50 ب 300 جنيه. ده انا بقول لك احلام يعني، بقول لك احلام، طبعا هيوصلني دلوقتي قد ايه. 300 جنيه في اليوم في 5 ب 1500 جنيه في الاسبوع. وده طبعا مفيش الكلام ده خالص. ده اقصى حاجه للمدرس ابو حصه انه يشتغل مش عارف 16 حصه في الاسبوع. لكن انا بقول لك 16 حصه يعني 50 في 16 بكام؟ 50 في 10 ب 500 و16 ب 900، 900 جنيه في الاسبوع، في 4 في 4 900 في 4 ب 2800 جنيه في الشهر. لكن انا هقول لك احلام، احلام يعني انه هياخد 1500 جنيه في الاسبوع، ماشي، هيشتغل بالشكل ده و هيوصل ل 6000 جنيه في الشهر. نفس الشخص ده، نفس الشخص ده اللي هو بقول لك احلام مفيش حاجه من دي بتتحقق، اخرهم 2800 جنيه، هيبقى مطلوب منه عشان ياخد شقه تبع الاسكان الحكومي انه يدفع تقريبا 8000 جنيه قسط. طب يا استاذ اذا كنت المرتب اللي بتديهولي سته، يعني لو انا اعتبر ان انا واكل شارب نام على حساب ابويا وبركب رجليا مش بركب مواصلات وما بشتريش لبس وما بعملش اي حاجه، طب اعمل لي المبلغ اللي انا باخده يروح للقصه. لا لا، ما احنا ما اقول لك على حاجه، احنا عندنا ايه ميزه هنديها لك، لو اشتغلت كويس وبقيت مجتهد هنعينك، والله العظيم. اه والله هم بيقول لك كده، يعني الناس المجتهده هم اللي هيتم تعيينهم فيما بعد، زي ما انتم شايفين قدامكم كده المعلم صاحب الاداء الكويس هنعلمه هنعينه. طب لما تعيني يا استاذ هتديني كام؟ الحد الادنى للاجور اللي هو 6000 برضه، بس محدش بياخده. ف ما علينا، بس حبينا نقول بس الكلام ده عشان ايه التصريحات بتاع وزير التربيه والتعليم اللي بيتكلم على انه كان عندنا عجز 250000 فصل دراسي و460000 معلم. طب عملتوا ايه يا باشا في حكايه العجز دي؟ عملتوا ايه ده كله؟ جبنا طبعا الناس اللي طالعه معاشات وفتحنا الباب
للتعيين بالحصه، فده عمل ايه؟ سد العجز شويه، سد العجز شويه. خلينا بس نسمع تصريحات وزير التعليم. احنا خلي بالك عشان تبقى مركز بس في الارقام وفاهم يا جماعه، بيقول عندنا 460 الف معلم عجز، نص مليون واحد، نص مليون مدرس عجز. طب انت عينت كام بقى عشان تسد العجز ده؟ هنشوف بعد ما نسمع التصريحات. 50 الف فصل، الوزاره في احتياج ل 250 الف فصل جديد، عدد المعلمين 843 الف معلم تقريبا، وعندنا عجز في 469 الف هنتكلم عليه في اخر حاجه. طيب نبتدي بعجز المعلمين. بعجز المعلمين اول حاجه فيه ان احنا نستكمل المبادره الرئاسيه لمسابقه تعيين 30 الف معلم سنويا، واحنا مكملين فيها. تفعيل قانون مد الخدمه رقم 15-2024، التعاقد مع 50 الف معلم بالحصه طبقا لاحتياج كل اداره تعليميه، الاستعانه بالخريجين لاداء الخدمه العامه بالتعاون مع وزاره التعليم العالي والتضامن. دي تصريحات سابقه للوزير التعليم. طبعا خلي بالك هو بيقول عندنا عجز 460 الف هنعين 50. طب ال 410 التانيه هنعمل فيهم ايه؟ مش مشكله بقى يعني، يبقى عندنا عجز، ايه المشكله يعني؟ يبقى عجز. تعرفين العيال واحنا لما كنا عيال صغيرين يعني كانت الحصه بالنسبه لنا اللي هو يقول لك ايه المدرس مش موجود او يلا انزلوا في الحوش، ياه العيال تفرح برضه مفيش مدرسين. تعرفين زي ما عمل فيلم الناظر قال له مدرس فرنساوي ورياضيات على، ولا مدرس رياضات وفرنساوي على ما يجيبوا مدرس فرنساوي، فعلى ما يجيبوا مدرس فرنساوي يعني. خلينا نشوف معلمين، المعلمين بيقولوا ايه على الرواتب سواء في المدارس الخاصه او المدارس الانترناشونال. الفيديو ده هنتكلم فيه على مرتبات التيتشرز في المدارس الانترناشونال. الفيديو ده يزعل مننا ناس كتير بس احنا حابين نوعي كل اخواتنا التيتشرز عشان ما حدش يضحك عليه. هنختص بالفيديو ده المدارس الانترناشونال البريتش مش الامريكي. هنقسم انواع المدارس البريتش لنوعين، نوع هنقول ان هو ده التوب يعني مدارس ليها اسم ومعروفه، ونوع تاني بتبقى مدارس متوسطه يعني مش احسن حاجه. المدارس المعروفه وبرده هنختص المين سبجكتس اللي هو الانجليش والماث والساينس. لو التيتشرز دول اكسبيرينسد مش شرط ان هم يبقوا اكسبيرينسد يعني ان هم بقالهم 10 سنين ولا 20 سنه شغالين، لا يعني عندهم خبره معقوله في الجريد ليفل اللي هم بيدرسوها، مرتبهم ما يقلش عن 25000 جنيه. خلينا نختص كمان الجريد ليفلز، هنقول من اول تشيك بوينت 6 لحد 8، يعني عندك 6 7 8 مرتب التيتشر ما يقلش عن 25000 جنيه، لو انت بتاخد اقل من 25000 جنيه انا اسف انت كده مضحوك عليك. هتقول لي مضحوك عليك ايه بس؟ ده انا الاتش او دي قالت لي ما تقولش لحد السالري بتاعك وما تتكلمش مع حد في الموضوع ده انت معمول لك اكسبشن، ده انت اكتر واحد. خلي بالك هي شغلانه الاتش او دي ان هو يرضي الجميع، يعني عايز يرضيك ويرضي الاداره فلازم يقول لك الكلمتين دول ويقول لك كونفيدنشال ما تقولش لحد وانت اعلى واحد في التيم وانت ولا اعلى واحد ولا مين. لو انت في تشيك بوينت 6 او 8 او من اول يير 6 ل 8 اقل من 25000 جنيه انت مضحوك عليك في المدارس الانترناشونال اللي معروفه. طيب من 25 لحد كام؟ من 25 بقى لحد مفتوح بقى لحد 30ات 40000 اخرك، يعني على حسب طبعا الاكسبيرينس وعلى حسب انت بتعرف تنيجوشيت ولا لا وعلى حسب الكواليفيكيشنز بتاعتك وعلى حسب اسمك في الماركت، ففي كرايتيريا كتير جدا هم بيحكموا بيها على السالري. في ناس ممكن تزيد عن كده حاجات بسيطه وفي ناس ممكن تقل عن كده بس ده الافريج. اقل من 25000 لو انت راجل اكسبيرينس ما تقبلش. بالنسبه للمدارس الثانيه اللي هي ملهاش اسم كبير وكمان مصاريفها ما بتبقاش عاليه على الستودنتس، ايه افريج السالاريز؟ افريج السالاريز بيكون من حوالي 15 ل 25، ما ينفعش يكون اقل من كده لان انت بتعمل شغل كتير جدا، فما ينفعش يكون اقل من كده في المدارس اللي مش عايز اقول تعبانه يعني بس المتوسط. وطبعا تاني كل واحد وعلى حسب الكواليفيكيشنز بتاعته وعلى حسب هو بيقدر ينيجوشيت ويقدر يبيع نفسه بشكل كويس ولا لا وعلى حسب الوقت اللي حضرتك نازل فيه المدرسه. طبعا انا عارف ان الفيديو ده بيستفز كثير جدا من المدرسين اللي بيتفرجوا عليا دلوقتي اللي هم بيشتغلوا ب 2000 و 2500 جنيه والراجل بيقول لهم لو انت بتشتغل ب 25000 يبقى مضحوك عليك. احنا بنتكلم على ليه فكره الفلوس والمرتبات؟ لانه زي ما قلت لكم اصلاح المنظومه ياتي من وجهه نظري ومن وجهه نظر العلم ومن وجهه نظر الخبراء ومن وجهه نظر كل حاجه، اصلاح المنظومه ياتي بالتاكيد من المعلم. بلاش احنا بدانا الحلقه انتوا عارفين بنبدا دايما باخبار البطاطس عايزين نغير شويه قبل ما نروح السياسه، نشوف بس قطاع من القطاعات المهمه في حياتنا كلها قطاع التعليم. احد المدرسين المصريين الموجودين في السعوديه وله كل الحق مع فارق الفلوس يعني بيشتكي ان المعلم المصري بقى رخيص، وعلى فكره مع تدهور العملة المصرية أصبح التعامل في الخليج صعب جدا لأن كل واحد الكفيل الخليجي يقول لك إيه هو كده تقول له يا أستاذ بس أو يا شيخ أو يا طال عمره يعني أنا كنت باخد أكتر من كده وأنت كنت بتديني أكتر من كده، يقول لك لا ما هو دلوقتي اللي أنت بتاخده ده بكام بالمصري، يعني مثلا كان بيديله مثلا
200 دينار في الكويت. يقول له لا لا 200 دينار، شوف الدينار في الكويت بكام، في السعوديه الدينار الريال السعودي ب 15 ولا ب 13 وشويه. يقول له لا والله كان بيديله مثلا 5 6000، فدلوقتي يقول له لا. فكل العماله المصريه معظمها يعني عشان ابقى دقيق تضررت من تخفيض العمله، لانه دلوقتي بيحسبها له هناك بالمصري. عشان كده هذا المدرس بيشتكي طبعا مع الفارق، لانه طبعا اللي هيشوف الكلام ده في مصر هيتحسر، وهو بياخد 1500 ريال يعني تقريبا 20000 جنيه وهو بياخد 3000 جنيه. لكن الحقيقه الارقام دي كانت ارقام زهيده جدا 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 مقارنه بما يتقاضاه باقي الفئات في السعوديه. خلينا نشوف كده وارجع اقول لكم مرتبات المدرسين في دوله عربيه اخرى بقت كام. 1500 ريال وسافر اقعد هناك في غرفه معاك 5 من زمايلك وعيش حياتك هناك. طبعا العرض ده عرض مهم جدا جدا بالنسبه لنا، لما الاقي مدرس بيجي له 3000 ريال معروض عليه في دوله شقيقه زي المملكه العربيه او مرتبات في بعض الدول الثانيه هزيله جدا، دي مشكله كبيره جدا. لما انا الاقي ان بعض ناس معاها ماجستير ودكتوراه ومعروض عليهم 4000 ريال ويقول لك ده بالنقل وبالتنقلات والمواصلات والسكن، للاسف المرتبات في الخليج ما بقتش قوي مناسبه لكل الكوادر. وعشان كده هوت احنا برضو ساعات في ناس بتوافق، انا مش عارف رايكم ايه، في ناس بتوافق وتسافر وربنا يوفقهم، وفي ناس تقول لك في الاخر دي دول شقيقه وحبايبنا نعيش معاهم ونعمل عمره وده فكر ممتاز برضو. ولكن الحقيقه ان فكره التحويش قلت كتير، واحنا طموحاتنا لاولادنا برضو لسه موجوده. يعني ممكن تلاقي واحد بياخد مرتب ضعيف جدا بس طموحاته ان ابنه وهو قاعد بره في السعوديه وفي الخليج يتعلم كويس.